انضم إلينا من غزة دكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة. دكتور أهلا بك. يعني اليوم هذا القصف العنيف، حتى التغير ببعض أنواع الصواريخ المستخدمة بحسب ما نقلت بعض المصادر، هذا الوحشية في الهجوم على المدينة، ماذا تريد إسرائيل وهي الآن أمام عائق أمريكي ينصحها بعدم الولوج في الهجوم البري في غزة؟ إذا تحدثنا عن الأسلحة فعلا أوافقك الرأي، وشاهدنا ورصدنا أن هذه الأسلحة وهذه الصواريخ أمريكية جديدة، واضح أنها من بعض الشركات الأمريكية، وقوة التدمير عالية جدا، والفتك بالأطفال والبتر كانت هي أكثر الجرحى أو أكثر الصفاء أو أكثر ما يمكن أن يلحق بالجرحى من أذى. مخيم الشاطئ تعرض اليوم إلى مذبحة حقيقية، أكثر من 20 شهيد، ربما العدد يصل إلى أكبر حتى اللحظة، يقوم برفع الأنقاض ليروا كم هو العدد، 4 منازل خسفت فوق رؤوس ساكنيها. كل ذلك يعني هذا مشهد بتنا نراه شبه بشكل يومي طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولكن الجديد هو أن مستشفى الأندونيسي أيضا تم نفاذ الوقود ويعمل بالحد الأدنى الأدنى، فقط أعتقد أجهزة التنفس التي تعمل، وربما خلال فترة وجيزة قد لا تعمل أيضا هي الأخرى، وهذا ينطبق على باقي المستشفيات. واقع صعب، كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، مساعدات تدخل يعني كما وصفها مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقطة في بحر الاحتياج الإنساني، وكذلك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفس الوصف وصفها، نستمع لوعود أمريكية لإسرائيل فتتحقق بإرسال بوارج وصواريخ، بينما نستمع وعود عربية أو وعود دولية لفلسطين لا نرى إلا بضع شاحنات قد لا تفي باحتياج مدرستين أو 3 مدارس من النازحين، بالإضافة إلى أن النازحين ليس فقط بالمدارس، كل منزل فلسطيني الآن وخصوصا في جنوب غزة به من النازحين بالعشرات، وبذلك الواقع الإنساني صعب والواقع السياسي بالتأكيد هناك جهود دبلوماسية تبذل من كل الأطراف. موضوع العملية البرية فعلا الجدل الكبير في داخل إسرائيل مرده أكثر من عامل، العامل الإسرائيلي الداخلي، هناك انهيارات اقتصادية كبيرة لم يتوقع بنيامين نتنياهو، تتعلق بالبورصة، بقطاع البناء، تتعلق بالكثير من الشركات والمصانع، هناك تعطل للحياة وشلل للحياة في داخل إسرائيل. أيضا هناك خشية من أن تكون هذه الحرب على غزة، الحرب البرية، أن ترتد على حرب إقليمية، ويكون من تداعياتها حرب إقليمية قد لا تريدها الولايات المتحدة في هذا التوقيت. وأيضا هناك خشية من الفاتورة البشرية التي قد تحرك العالم أجمع ضد إسرائيل، وخصوصا أن هناك تقدم في الرواية الفلسطينية وفي السردية الفلسطينية أمام المجتمعات الغربية، حتى وكما قال ضيفك قد لا تؤثر على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، نفهم أن هذه الإدارات سياستها الخارجية الثابتة تجاه إسرائيل فقط من حيث الشكل بين الجمهوريين والديمقراطيين الاختلاف يكون، ولكن في تقديري أن هذا الحراك أيضا يقلق بايدن، وتحديدا أنه هناك شرخ في داخل الحزب الديمقراطي، وبذلك يحاول قدر المستطاع أن يكون هناك ربما ضغط بشكل أو بآخر لأن يبرز إنسانيته على 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 عن جهيته التي ذهب بها في الدعم المطلق لإسرائيل. هذا هو المعول عليه. لكن موضوع العملية البرية هناك كمان مسألة مهمة جدا، وهي مدى قدرة إسرائيل على تحمل الدخول إلى غزة من حيث قدرة المقاومة على التأثير. وكان هناك نموذج بروفا مصغرة عندما اقتحمت جرافة في كسوفيم وآلية عسكرية، المقاومة رغم أن هذه المنطقة لا يوجد بها أي مباني سكنية، المقاومة قصفتهم وقتلت جندي وأصابت 3 بجروح حسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وهذا يدلل أنه إذا المقاومة في داخل الغلاف وفي حدود غزة هكذا قوتها، فكيف الحال في أزقة المخيمات وفي هذا الكتلة الأسمنتية الصماء في قطاع غزة، كيف سيكون حال الجيش الإسرائيلي؟ لذلك هناك جدل في داخل إسرائيل وعدم ثقة من نتنياهو بالمؤسسة العسكرية، يحاول أن يأتي بإيزنكوت الآن كيعني تقويض لسلطة وزير الدفاع جالنت، وبذلك هذا بالتأكيد يدلل حجم التخبط، والتخبط يحاول نتنياهو أن يذهب به بعيدا من ناحية القصف الجوي والبحري على رؤوس المدنيين. طب أمام هذا المشهد الإنساني الصعب الذي تحدثت عنه دكتور حسام، أهالي غزة يقفون أمام الاستشهاد صفا
بالنسبة للموقف العربي، أي لربما موقف تنتظره غزة من شأنه أن يؤثر على استمرار العدوان، الحد منه، وقف إطلاق النار ولو مؤقتا؟ أكثر ما يستفز الغزيين وخصوصا المراقبين والذين يعني لهم باع في العمل السياسي هو أن هذه الحرب، يدرك كل أهل قطاع غزة أنها ليست حربا ضد حماس ولا حربا ضد غزة ولا حربا ضد فلسطين. لماذا؟ الحرب هذه موجهة ذات بعد استراتيجي لهيمنة إسرائيل على المنطقة العربية. هم يريدوا أن يهجروا أهل غزة ويتركوا غزة بلا سكان، وبذلك يحققوا تطلعاتهم في بناء قناة بن غوريون، هذه القناة التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، وبذلك تريد أن تتجاوز قناة السويس، وهنا تهديد أمن قومي على مصر. هذه الحرب تريد بعد أن تتخلص من غزة ومن حماس وقوة حماس في غزة، تريد أن تنتقل لحسم الصراع في القدس والانقلاب على الوصاية الهاشمية الأردنية، وقد يكون تهجير الضفة الغربية إلى الأردن أي الوطن البديل، وهذا تهديد على الأمن القومي الأردني، وبعد ذلك فرض سيطرة إسرائيل على المنطقة العربية ككل، ويريدون أن يكون العربي عبارة عن عبيد، العرب عبارة عن عبيد لدى المواطن الإسرائيلي واليهودي، في إطار مواجهة طريق الحرير وفي مواجهة التمدد الشرقي، وبذلك أيضا هو ليس تهديد عربي بل حتى تهديد أمن قومي لروسيا والصين، ويجب أن تدرك روسيا والصين في ذلك. لذلك هذه الحرب يعتبروها في إسرائيل أنها حرب تاريخية وليست حرب لمجرد معالجة، لولا غزة فقط قوية وشعبها صامد وثابت، يعني أنا أحدثك وأنا فاقد 23 شهيد من عائلتي، هذا الصمود وهذا عدم الانكسار هذا موجود في كل شارع وفي كل بيت، تجلس مع أم الشهيد، تجلس مع أخ الشهيد، الكل صامد والكل مؤمن بقدر الله، ولذلك التعويل على الأمة العربية هو تعويل كبير، والحراك مهم الذي حدث، ولكن ما يتمناه الشارع الغزي أن يكون هذا الحراك مستمر في كل العواصم العالمية، وأن يكون المقاطعة الاقتصادية كبيرة، لأنه نؤمن أنه إذا كان هناك مقاطعة على سبيل المثال للبضائع الأمريكية، أن اللوبيات الاقتصادية في الولايات المتحدة هي التي تشكل ضغط على بايدن، وهم الأكثر تأثيرا في الضغط على بايدن. أيضا لو كان هناك تطور للموقف العربي في كما حدث عام 73، سلاح النفط لو تم استخدامه في ظل الحرب الروسية الأوكرانية بالتأكيد، وأوروبا مقبلة على فصل شتاء قارس، فكيف الحال سيكون في المواقف مع المواقف الغربية؟ لذلك مطلوب فعلا أن يكون هناك موقف عربي. في تقديري أن العرب استنفذوا كل الخيارات الدبلوماسية بعد مؤتمر السلام بالقاهرة وبعد الكثير من الحراكات، وحان الآن لأن تكون هناك مواقف بقدر يعني منسجمة مع تطلعات الشعوب، الشعوب العربية في هذا الصراع وفي إنهاء هذا الصراع، خصوصا أن ما يجري بالدوحة الآن من مفاوضات مع حماس أو مع الدوحة بشكل غير مباشر مع حماس من قبل الولايات المتحدة والعالم الغربي أو الغرب الأطلسي دعني أسميه، في تقديري أن هذا هو مرده بدرجة أساسية إلى أن حماس كانت بارعة في العمل السياسي هذه المرة، لأنها رفعت ما يرفع العالم، وبذلك هي أحرجت إسرائيل، هي قالت للعالم أنني مع الشرعية الدولية ومع قرارات الشرعية الدولية ومع حل الدولتين، اتفضلوا الزموا إسرائيل فيها، وهذا كان حرج كبير للإدارة الأمريكية، وبذلك الآن المطلوب أن يفرض هذا الحل، وأعتقد أن هذا هو إنجاز وإن كان مؤقتا من وجهة نظرنا، أننا بالتأكيد نؤمن بفلسطين من بحرها إلى نهرها، لكن على أقل تقدير يعتبر حل نعم. جيد جدا لو خلصت له هذه الحرب كأحد تداعياته أن يكون هناك حل سياسي ومقاربة سياسية. دكتور، عزائي لك وللعائلة وأيضا لكل أهلنا في غزة، شكرا لك دكتور حسام.